الحمد لله ما قصر معنا. ما قصر معنا الشدادي، قلنا ملابس كل كيفات دي كل شيء. السلام عليكم المرسلين، نشكر المقاومة ونشكر الدولة الشرقية على كل الجهد، ونشكر المقاومة الشعبية والجهود الغنية، واحنا والله قد غلطنا وصلنا العامل الشيخ الفوزي، وإن شاء الله تكون آخر مرة. كيف معاملة الجيش الوطني في السجون؟ هل يعذبوكم؟ هل يعني؟